عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كيكة اللي كتجي رائعة وزوينة وكتجي رطبة، ونتمنى من الله تجربوها. اللي عندنا لها مثلا عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال السكر، كاس ديال دانون، انا عندي هذا اللي متوفر عندي، ممكن ديرو دانون اللي بغيتو، ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق اللي انا عبرتهم بهذا الكاس هذا، ثلاثة ديال الكيسان ديال الفارينة، اللي عندنا جوج ساشيات تاع الخميرة اللي هما من نوع مثلا ربع، عندي هنا 24 غرام ديال الخميره، 24 ساشي كتعدي الكبير والصغير، وعندي معلقه ديال الخل اللي هي هذه، وعندي هنا جوج ديال لافاني، ممكن نديرو هذاك السيترون نحكو حامضه، الحامض جلد هذا الحامض نحكوها، انا ما كياكلوش غير الدراري الحامض ما تايبغيوه، درت لافاني في بلاصتو، قريصه ديال الملحه، جوج المعالق كبار او ثلاثه ديال الكوك اللي نديرهم في العجينه، عندنا هنا اربعه ديال البيضات حيت كبار ممكن نديرو خمسه الا كانوا صغار، وهذا عندي الكونفيتير، وهذا والكوك للتزيين، نخليهم هنا من بعد نخليهم للتزيين، وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله نهرسوا البيض. نهرسوه كايا وحده بوحده، سبحان الله يكون خاسر ولا شي حاجه بعدا، سنهرس بالوحده وندير في الماكينه، ماشي مشكل ما خاسرش البيض، قليل فين تيكون خاسر، في المغرب تيكون خاسر حيت الحال سخون. ونديروا البيض ديالنا بهذه الطريقه، ونزيدوا عليه السكر، وغادي نديروا هذا يتطحن البيض والسكر. بعد ما طحنا كلشي ميكسينا كاع داكشي اللي كان عندنا دانون والزيت والكوك وكلشي، غنكبوا هذا الخليط هنا، وراه كتجي كبيره تبارك الله، واللي تيبغي يديرها غير صغيره ما كيكونوش الناس بزاف، ممكن يقسم الخليط على جوج، وديك فارينتنا ديالتنا نخلطوها بيدنا، ما نديروهاش في الميكسور لانني ما يهزهاش، حيت الميكسور ما يهزهاش، نبقاو نديرو ديك فارينه بشويه بشويه، ونلوحو الخميره ديال نديرو هذا الخميره ديالتنا ما نساوهاش، 24 غرام ديال الخميره اللي درت المجموع فيه، وندير هاد المليحه والسكر فاني، نبقاو نخلطو شويه بشويه، تنكملو دوك الكيسان ديالنا. جدنا المول تاعنا درنا فيه الزبده ودهناه ورشيناه بفارينه، راه كلشي كيعرف يدير هاد العمليه، وها هادي ديالتنا ها هي، نكبو فيها هاد الخليط وراه كيجي زوين ورائع ان شاء الله، وملي طيب نخرجوها ونديروها في الفران، الفران هو طافي، ونشعلو عليها ونخليوها تطلع بشويه تقريبا واحد على حساب كل فران وكي داير، غنديرها على 25 دقيقه على درجه حراره 170. دابا خرجناها من الفران، ها هي هي هادي، خليتها بردت على هاد الشكل، غادي نهزها نكبها في الطبسيل، وغادي نديرها هانتوما معانا حتى نهزها نديرها في الطبسيل، تشوفوا كيفاش غنفرغها، فرغوها على هاد الطريقه هادي، كان راه بردت راه كتجي رائعة وزوينة باينة، خليتها طابت بشوية عليها، هانتوما شوفوا كيف كتجي، راه كتجي رائعة. انا غندهنها بالكونفيتير، انا غندهنها بهذا الكونفيتير هذا، ونزوقها بهذا الكونفيتير ونرجعوا معاكم ان شاء الله نزوقوها بالكوك. ها هي غادي نقطعوها، تشوفوها كيفاش دايره، نقطعوها قدامكم تشوفوها كيفاش دايره، ها هي بسم الله، كلوا على شوفوا كيفاش دايره، شوفوا تبارك الله كيفاش دايره، شوفوا كيفاش دايره، نحطوها هكا ونحطوها هنا الفوق، ناخذوها داكم معاكم معنا، تاخذوها معنا واحد الصوره، وشوفوا كيفاش كتجي، شوفوا راه كتجي هشيشه، داك الخل كيخليها تجي هشيشه، وراه وهذاك الكوك شوفوا كيفاش دايره فنه تبارك الله، نتمنى من الله تجربوها، شوفوا كيفاش دايره ما شاء الله، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى تجربوها، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.